نورشيبة وسهيل بالرابية. قولي أخبار الكل عندي أنا اليوم. عندك أنت الكل. روبي عندي أنا. نجم أنت اليوم نجم الأخبار اليوم. إي ما يسالش أنا ديما أخويا أخبار باهية الفايدة. هاي باهي الحمد لله. سررنا بخبر تاعي إخراج نورشيبة ولا سهيل بالرابية. نعرفوا ناس كل الفصل 85 لجنة الإجراءات الجزائية يحد مدة الإيقاف التحفظي لدى هذا التحقيق ب 14 شهر يعني عام وشهرين. المدة هذه تم تجاوزها دونك ولينا في الحالة نتاع الإفراج الوجوبي. نشكر السيد قاضي التحقيق واحد الأول بمكتب 21 على الشجاعة نتاعو اللي على الرغم من كونه الملف معناها ميدياتيزي وخذا بعد وقتها إعلامي كبير كانت ليه الشجاعة باش طبق القانون بحذافيره. واليوم معناها قرر الافراج على نور شيبة وعلى سهيل بالرابية من سجن الايقاف. تحدثت عن الافراج عن الايقاف التحفظي والايقاف الوجوبي، لم يتم الحكم على الموقوفين، لم يتم اصدار حكم؟ نحن افراج وجوبي، انت عارفه مثلا هذا قدام التحقيق، قاضي التحقيق عنده مدة معينة ينجم يخليه تحت مفعول الإيقاف التحفظي اللي هي 14 شهر. ما ينجمش 14 شهر ونهار واليوم في احتجاج بدون وجه قانوني. أما أنت الحمد لله جينا معناها عند قاضي شجاع اللي خذا مسؤولياته ومعناها أفرج عليهم. هذا ما سكرش الملف مازال عبور لكن هما تو باش يقضوا في حال فرح. البحث مازال متواصل والقضيه مازالت مفتوحه. البحث متواصل لكن هما باش يقضوا في حال فرح. غادروا السجن ولا مازال؟ ان شاء الله الليله، ان شاء الله الليله. الليله باش يغادروا. هذا الملف الاول على كل معناتها ربما تهانينا لعائله نورشيبه. والله تهانينا لعائله نورشيبه المحبين ولكل لسان الدفاع خاطر هذا مش عمل نتاع شخص واحد. نحن من يكون فريق على راسه حمادي الاستاذ حمادي الزعفراني، الاستاذ طارق حسين، الاستاذ صابر بوعطي، الاستاذ بن حسينه وانا شخصيا معناها القيمه دفعنا نحو تسمى الماجستير هذايا والحمد لله. الحمد لله في تونس مازالوا قضاة معناها يطبقوا القانون وما يخافوش من ما تعرف خاطر الاعلام ديما سي نغمه دوبل خونشون تبدا دوسي ميدياتيزي تلقى فما تخوف تلقى صعوبات معناها حتى في الدفاع نتاعك. الحمد لله اليوم معناها بفضل اسم الدفاع والفريق اللي خرج البول بفضل شجاعة طيب قاضي التحقيق اليوم معناها طبقنا القانون طبعا في وجه من الفصل 85 من الاشياء الجزائرية نطبقوا قاضي التحقيق والحمد لله نولي الى بيت في دار. وتهانينا ايضا عائلة سهيل بالرادي لانه ما كملتش الجملة يعني معناتها للشخصين معناتها صديقنا سهيل صديقنا سهيل والحمد لله معناها تشقوا يبحثوا في حالة فرح ونحن عندنا ثقة كبيرة في القضاء ونحن كفريق دفاع معناها نظام بحاول انه نوصل لنتيجه طيبه.